المؤتمر السنوي للمطورين من ابل انطلق ب 6, 6 وعاده بيتم التركيز فيه على تطورات انظمه ابل البرمجيه من الماك او اس للواتش او اس وكل العيله، مرات بنطرح منتجات هالسنه طرحنا الماك بوك اير الجديد وما جبنا سيره الماك برو عشان كذا وين ما ندري، اهم ابديت في عالم الابديتس هو انه صار فيك تعمل ايديت تحرير تعديل للرسائل على الاي مسج بعد ما تبعتها يوهو ربحنا على المدقق الاملائي تبع اللي بده يغير كلمه غضب غصب غضب غضب غصب عنك لشو ما بده بس جماعه الاي او كمان فيك تعمل انزند يعني تتراجع عن الرساله من بعد ما بعتتها يعني ابعت وغير رايك وارجع ما تبعد ولا كانه صار شيء، واحد من اكثر الخصائص طلبا في عالم المراسلات، ايه كمان فيك او جماعه ما بدي رد هلا خلينا نرد بعدين وبعدين ننسى هلا صار فيك تعمل المراسلات تعملها غير مقروء ترجع لها بعدين، عندك التركيز الاكبر على شاشه القفل او القفل سكرين وكيفيه تخصيصها لتكون بتشبه المستخدم، شاشه القفل. قفل القفل القديمه كانت عباره عن ساعه كبيره وتنبيهات كتيرة هلا الموضوع راح يكون جمالي حبتين وهيك بيعطي شاشه القفل شخصيه مستقله خاصه مع نقل التنبيهات لتحت وقابليه اضافه الويجتس هلا طبعا ما في شيء ابل الا ما بيكون بصمه ابل عليه يعني بقفل الشاشه راح يكون فيك تخصص صفحات القفل على كيف كيفك وتغيرهم ايمتى ما بدك وتربط التغييرات بوضعيه التركيز كمان الفوكس مود صور خلفيه الويجتس بانواعها انواع ألوانها، الوانه شو بيبان شو بيتغبى جميل جميل واوفيس مود وشيل المكتب وشيل الشغل وشيل النوم يعني الزمنات على الاي او اس 15 اللي نحن هلا في ابل نزلوا تحديد النصوص في الصور جميل هلا صار في تحديد النصوص بالفيديو واو لا وكمان في تحديد بعض الاجسام من الصوره الذكاء الاصطناعي طبعا بياخذ الجسم وبيفصله عن الخلفيه وفيك تستخدم الجسم بدون الخلفيه باي مكان بدك اياه كستيكر واو <applause> كتير حلو الموضوع. كمان عندك الاملاء الصوتي مع كيبورد. الاملاء الصوتي مع كيبورد سهل حياه جدا جدا جدا، انا بستخدمها دائما ورفقاتي دائما بيقولوا لي حسان كيف فيك تطبع بهذه السرعه؟ هلا الاملاء ولوحه المفاتيح اثنيناتهم بيظهروا مع بعض، ما في داعي لانه بس تخلص من الاملاء الصوتي تروح للوحه المفاتيح كبسات على الفاضي. تطبيق الهوم تبع التحكم بالاجهزه المنزليه الذكيه ترتيبه صار اسلس ريت كل التطبيقات صراحه أنت تتبع هذا الاسلوب خرائط ابل اذا بتستخدمها صار فيك تنظم فيها رحله ب 15 محطه وقوف جميل جدا بيعمل سينك ما بين الايفون تبعك والسياره والكار بلاي والكمبيوتر وشغلات جميله ابل باي صار عنده ابل باي ليتر او ابل سجل على حساب رجع لك اياهم بعدين جد مش مزح اربع دفعات على ستة اسابيع بالتحديد وبدون رسوم وكمان عندك قبول الدفعات من جهاز لجهاز بدون جهاز للدفع يعني لو عندك محل ما في داعي تستخدم ماكينة الدفع بس خلي عنده الكشير جهاز آيفون وبيستلم دفعات من آيفون حتى من كروتي على ما أعتقد المفاتيح الإلكترونية بمحفظة أبل الإلكترونية صار فيك تشاركها مع مين ما بدك على الآي مسج أو الواتساب أو والميل مفاتيح الأوتيل مثلا أو بوردينج باسز أو شو ما كان فتح السيارة شو ما كانت تكون. عندك المشاركه العائليه لغايه خمسه اشخاص وبتتحكم كمان بجهاز الطفل من بعد ومن غير ما تقوم من محلك يعني لو انت محدد وقت استخدام الايباد لساعة واحدة في اليوم وابنك او بنتك بدهم اشتاق كمان بابا بدي كمان خلص الجيم اوكي ما في داعي تقوم او يقوم من محله او حدا يتحرك اصلا بعتلك لك مسج وانت بكبسة زر من انت محلك من التطبيق نفسه بتزيد او ناقص حلو المشاركه العائليه للصور واحده من المشكلات مشكلات القرن الحديث بعثت صور للماما على الواتساب ونفس الصور بعثتهم او بعثتهم لحماتك على التليجرام وخالتك بتحب تاخذ سكرين شوت للصور العائليه الحلوه اللي بتشاركها مع العائله اونلاين طيب يا نينا وين الصور ليش ما بعثتي لي اياهم يول ضايع الامور ضايعه جدا 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 هلا الوضع صار مرتب مليون مره وحبتين اكثر مع مشاركه مكتبه الصور العائليه اللي بتشاركها مع اللي بدك اياهم لغايه خمسه اشخاص وانت بتحدد شو ومين ووين بتشارك اي صوره فيهم ابني او بنتي شاركون او كل الصور اللي مصورة بهذه الفترة أو ابتداء من هالتاريخ مهم في كريتيريا كتير كتير كبيرة ممكن كمان إذا طالع رحلة وجايك شعور يا ريتك يا ماما معنا فالمشاركة بتكون فعالة من خلال الكاميرا نفسها كل الصور بتأخذها من الكاميرا والحلو أنه كل المشاركين بهذا الألبوم جماعة في يضيفوا صور عليه بشكل توماتيكي كمان أو يلو الصور تاعيتهم في عندك كمان خاصية قطع العلاقات السامة وهي كتير عجبتني كتير يعني اذا كنتوا بعلاقه سامه سم الهاري وهربنا منها ولله الحمد بنفعل هذه الخاصيه وهي بتقوم بتوقيف اي نوع مشاركه مع جهاز السم يعني ما في حدا يتعقبك وبعدين بتعيد تعيين وضبط اعدادات التطبيقات كلها بلكي السم مركب برنامج تجسس من نوع ما وما بنعرفه على جهازنا وعطيه صلاحيات بتروح بتقطع كل شيء لا انت ولا حدا تاني وبتخبرك مين مشارك بشو وبتحدد الاعدادات بشكل جدا جدا جدا, جدا واضح وجدا جدا خاصيه جميله كاربلاي السحر شيء من الافلام صار يفهم على كل انواع شاشات السيارات شو ما كان حجمها او وين ما كانت بالسياره وقابليه تخصيص فوق الخيال تخطينا مرحله الترفيه في السياره صراحه وبدانا مرحله مرحبا مصنعي السيارات شو رايكم بدل ما نحن نصنع السياره في هذه المرحله نعمل نعملكن نظام تشغيل للسياره السوفت علينا والباقي عليكم الكار بلاي الجديد بحكي مع المدخلات ومخرجات السيارة رقميا من عداد السرعة للار بي ام للحرارة للمكيف لقديش مشيت وقديش في بترول واي شيء ممكن يعطيك اي معلومة بالسيارة بالاضافة الى النظام الترفيهي من خلال تطبيقات الايفون هذا اليوم بكره بنساعد باتخاذ القرار من بعده نحن رح نتخذ القرار هاي من عندي <applause> الواتش كمان كان له نصيب من التحديثات يعني مثلا تطبيق الدواء ميديكيشن صار فيك تتابع ادويتك واوقاتها وتضاربها مع بعض او عناصر اخرى وبيعطيك تنبيهات وكمان بيشتغل مع مشاركات العائله يعني حلو كتير هذه فيك تشوف الحجه اذا اخذت حبه الضغط تبعيتها على الوقت او لا من غير ما انت تنق عليها وتذكرها وتضلك الان وشايل همها الله يمدها بالقوه فيها يا رب اخذت الحجه الدواء ايه الحمد لله ما اخذت الو خذ الدواء موفينغ أون قبل سنتين اطلقنا الام 1 على الماك بوك اير واليوم صار موعد الام 2 كمان على الماك بوك اير ولكن الجديد. الام 2 بالارقام اكيد افضل من الام 1 ولكن مش لدرجه تخليك تندم انك استثمرت بجهاز ام 1 قبل فتره بسيطه. على حسب موقع الابل الام 2 اسرع من الام 1 ب 1.4 مره مش هالكثير فرق بس شيء فرق. الماك بوك اير الجديد بوجهه نظر اخوكم المتواضع هو الافضل افضل لابتوب لتعدد الاستخدام للشريحه الاكبر من المستخدمين تعرف تعرف هذول اللي بيقولوا لك بدي لابتوب كويس لكل لك شيء ايام زمان كان الجواب تبعي دائما ما في شيء مثل هيك اللي انت شو استخدامك بنصحك بالجهاز صح وكمان اكد لي على الميزانيه حسب الميزانيه بنشتري جهاز صح هلا ومن لما بلش بالتحديد الابل سيليكون اختلفت المقاييس الماك بوك اير صراحه كفو بكل شيء تقريبا ولمستويات عاليه جدا وشريحه كبيره جدا من البشر عم بغطي سبكتروم كتير كثير واسع اربعه الوان ما بين الاسامي العربيه جدا حلوين الفضي والرمادي الفلكي وضوء النجوم وحبيبي شخصيا سماء الليل <applause> والله هيك اساميهم يعني. نيجي للمواصفات التقنية ورح أقولهن حبتين بسرعة عشان ما نفوت ب. بي... التعقيدات التقنيات وزنه كيلو ربع وارتفاعه سنتي و13 ملي يعني شفرة بطارية لغاية 18 ساعة ودرجة سطوع 25% أعلى من الماك بوك إير السابق على 500 نتس كاميرا أمامية جيدة بدقة 1080p مصفوفة من ثلاث ميكروفونات ونظام صوتي من أربع مكبرات مع ميزة الصوت المكاني سبيشال أوديو شاشة على 13.6 إنش مع ليكويد راتنا وماك سيف مع شحن سريع هلا بكفي نحكي على الورق بكرة بس جيبه بنحكي كلام حقيقي أوكي إيه إيه كمان شغلة الرام لغاية 24 جيجا طلبي طبعا هالشيء بسبب تطوير الام 2 راح نحكي عن الموضوع بعدين المهم انتم خبروني شو بدكم تعرفوا عنه بصندوق التعليقات وكمان مش بس الماك بوك اير في نزل الماك بوك برو 13 بيفرق انه عنده مروحه تبريد عن الماك بوك اير اللي بدون مروحه تبريد اوكي ماك او اس فينشورا نزل مع خاصيه جديده اسمها ستيج مانجر انا شخصيا حاببها كثير صراحه اي شخص بيفتح 70 تطبيق بنفس الوقت راح يحبها ويستفاد منها ليش مش ما ندري منيح سالتي يا سعاد تخيلي فاتحه سفاري والنوتس والابل ميوزك والبيجز عشان ورقه البحث تبعتنا والكي نوتس والبرزنتيشن البحث موضوع متعب حتى بس لو نحكي عنه هلا في السابق شخصيا انا شو كنت اعمل كنت جمعون على ديسكتوبات جديده لكل مجموعه وانتقل من سطح مكتب لسطح مكتب تاني هيك شاشات عم تتحرك رايح يمين هلا مع ستيج مانجر كلهم بيضلوا على نفس سطح المكتب بس بمجموعات انت بتحددها على الشمال التطبيق اللي شغال عليه بيجي على النص والباقي بدل ما يكركب الدنيا بيروح على جنب اذا من مش من نفس المجموعه الفكره على بساطتها عبقريه جدا بنظري لتسريع التاسك سويتشنج او تبديل المهام او البرامج برافو وباي ذا واي ستيج مانجر جاي على الايباد او اس كمان كمان برافو سبوت واللي هو برنامج البحث الخاص بماك او اس صار يدور بالنصوص اللي جوا الصور برافو سفاري كمتصفح الانترنت حصل على نصيبه من التعديلات وتحديثات وزياده الامان اكثر خاصيه عجبتني هي مشاركه مجموعات التبويبات التابز مع مين ما بدك وبس يفوت على التبويبات بفرجيك مين عم بيشوف شو يعني عندك 3تابس ثلاث تبويبات ثلاث صفحات صفحه لديكور منزل صفحه لديكور الحديقه وصفحه عروض تنزيلات مفروشات تعمل شير مع ماما حسان وماما فريال ونينا بس يدخل الصبايا بفرجيك انه ماما حسان ونينا حاليا بصفحه ديكور المنزل وماما فريال بصفحه المفروشات وبعدين انتقلت نينا لصفحه ديكور خارجي وهكذا ممتازه جدا للعمل الجماعي او الحصص اونلاين future thinking for love it واللي بيجيبنا للنقطة اللي عن جد ماني عارفان شو حس فيها صار فيك تستخدم كاميرا الايفون وينه هيو كاميرا الايفون او الكاميرات كاميرات الايفون بشكل ادق ككاميرا لابتوب في اجتماعاتك عشان تعطيك جودة افضل اسمها كاميرا او الكاميرا المستمرة كاميرا الاستمرار كنتينيويتي كاميرا طيب انا عندي اقتراح لجماعة ابل شو رأيكم مثلا نركب كاميرا تكون مثلا بنص شاشة اللابتوب من فوق تكون من النوع الجيد، أو مجرد اقتراح يعني بما انه المساحه هناك فاضيه، ما بعرف. هالحركة الجديدة اضافت خاصية جديدة اسمها صورة سطح المكتب. المكتب الحقيقي مش الديسك المكتب نو no. لا يعني ايديك اللي على الطاولة. ايه هو حلو كله من وراء الكاميرا الواسعة اللي موجودة على الايفون الثلاثي هيدي الوايد اللي تحتنا. بيوتيفول. أكيد هدول مش كل شيء قدموه بهذه الافتتاحية للاسبوع، اسبوع المطورين من أبل لكن مقتطفات علقت براسي أنا. أكيد نسيت لي شيء 200 شغلة لأنه كان معبّة، خبروني شو اكثر شيء متحمسين له وشو عبالكم نحكي عنه اكثر او نعمل له ريفيو بصندوق التعليقات تمام لليوم سلام That's all for now. Be sure to